السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء. المستوى الثالث ابتدائي CO2، أقدم لكم بعض الأنشطة الخاصة بهذه الفترة ديال الدعم والتقوية لمادة الفرنسية لاستعداد الامتحانات القادمة. المهم هذا نوع من التصحيح، إذن رجاء خذوا معكم هذا كايد اكتيفيتي، حاولوا نصحوا بعض الأخطاء اللي قدو نرتكبوها. فهمت؟ يلا رونج لي مو اون غرو دون لي طابلو سيتسو. اذا كيف ما تشوفوا ايو التلاميذ الاعزاء، هادو تيتسموا دي كوب نومينو، اون فواتور دو رالي، ان غران تامي، ما بيل ميزون، لا شيل دي فوزان، سيت اوزو مانيفيك، اون ماشين ا لافي، اون ميزون افيك جاردان، اون فون كوراجو. باش نفهموا هادو تيتسموا دي كوب نومينو. ناخذ مثال بحال اون فواتور دو رالي، هذا سي ان غروب نومينال، سميناه غروب نومينال لان تيكون بعض الكلمات اون فواتور دو رالي، اللي حسبناهم لقاو اربعه الكلمات، ان غران تامي غير ثلاث كلمات الى اخره. المهم عندنا هذا الجدول هذا كيف ما تتشوفوا، كاين فيهم لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، كاين لي اوتر كاليفيون تيقصدوا به الكوبليمون دي نون. وهذا الدرس هذا ديال الكوبليمون دي نون غادي نشوفوه ان شاء الله في المستوى القادم، المستوى ديال الرابع ابتدائي. المهم بالنسبه لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، من خلال هذاك اللي مكتوبين او مضغوطين بالاسود بشكل كبير، دو غالي، كرون، بيل، دي فوزان، مانيفيك، الافي، افيك جاردان، كوراجو، خصنا نحاولوا صنفهم لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، يا غران، بيل، مانيفيك، كوراجو، او اوتر كاليفيون، دو غالي، دو فوازان، الافي، افيك جاردان. باش يمكن لي نميز بيناتهم الكوبليمون دو نو سهل انك توجدو بسهولة، ان يكفي انك تعرف بان هذاك الكلمة اللي تتكون الوسط ما بين اسمين ما بين لي دو نو، هذيك تسمى بريبوزيسيون. نعطيك مثال دو، دو، ا، افيك، هذوك تسمو دي بريبوزيسيون، غادي نتعرفو عليهم ان شاء الله في المستوى القادم. وهذوك لي كاليفيون راه معروفين، هذيك غران، بيل، مانيفيك، كوراجو، هذوك تسمو دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، تتغيرو على حسب الاسم اللي معاهم. اللي كان اسم مؤنث توتي تيكون مؤنث، اللي كان مذكر تيكون مذكر، مذكر اللي كان بلوري تيكون بلوري الى اخره. فوالا، اذا نصنفهم دابا، عندنا ان غران تامي، اون ما بيل ميزون، سيت اوازو مانيفيك، ان انفون كوراجو. اذا عندنا غران، بيل، مانيفيك وكوراجو، هادو تسمو دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. اوتر كاليفيون كومبليمون دي نون، عندنا دو رالي، دو فوازان، الافي، افيك جاردان. هادو تسمى كومبليمون دي نون كي كومبليت لو سونس دو نون. عيد من جديد، غران، بيل، مانيفيك، كوراجو، هادو تسمى لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. اوتر كاليفيون كومبليمون دي نون، عندنا دو رالي، دو فوازان، الافي، افيك جاردان. تتمنى للجميع حد موفق ان شاء الله، ويكون فعلا ناجح في هذا النشاط الاول. ننتقلوا للنشاط الثاني. بالنسبه للنشاط الثاني هنا مطلوب منا نسطر على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، سولين لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. نفهم بعدك السؤال، سولي لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، اي صفه معينه خاصنا ولا بد نشير لها. نقراو بعدك النص، فان كونت دي بوكوا دو ريجي دي البوش، اون سو طون لا لي بواسون روج نيتي با روج، Ils étaient gris argentés, comme tous les poissons de toutes les mers, de tous les lacs, de toutes les rivières. Mais un jour, un cargo transportant du jus de tomate fait pris dans une terrible tempête. Oui, mais j'ai dit nas. How look at elle qui se moque au maïa nas à d'aller à la. En ce temps-là, les poissons rouges n'étaient pas rouges. Ils étaient gris argentés. Comme tous les poissons de toutes les mers, de tous les lacs, de toutes les rivières. Mais un jour, un cargo transportant du jus de tomate fait pris dans une terrible tempête. Moi, il y a un comme les adjectifs qualificatifs, mais il y a rouge, deux fois, gris argenté et terrible. Il y a donc les adjectifs qualificatifs, il y a un mot. مزيان، انتقلوا دابا للمثال التالي، النشاط الثالث.
je place l'adjectif proposé à la meilleure place avant ou après le nom. هذا تيبان لي هذا تيبان لي تمرين مهم جدا انكم تفهموا لي. اذا عندنا هذاك غرو اورو بيل جون غراند اي جينيرال بين قوسين هذوك تيسموا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف معروفين غرو اورو بيل جون غراند جينيرال. ولكن هنا خاصني نعرف المكان المناسب اللي يمكن لي نوضع فيه هذاك لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. ان غرو شيان ان غرو شيان ان غرو شيان ما نقدرش نقولو ان شيان غرو. نو نو مايمكنش لي نقول ان شيان غرو. لا ان غرو شيان من احسن ان غرو شيان دي جون اورو. فوالا لا بيل في اون جون في لي غراند فاكونس ان فيلم جينيال. اذا مكان شيء ما الاختيار ديالو تيكون صعب اللي بالنسبة للجميع تقريبا جميع التلاميذ. بارفوا ان شيان غرو نو ان غرو شيان دي جون اورو لا بيل في اون جون في لي غراند فاكونس ان فيلم جينيال. مهم اغلبية التلاميذ لقاو صعوبة في التمرين ولحسن الحظ هما عندهم دابا التصحيح يمكن لهم يصحوا بكل اريحية. ننتقلوا دابا للنشاط المولي. اذا عندنا هنا في هاد السوتين اكري لو فيمينا دي نون سويفون ان انيماتور اون انيماتريس ان انجلي اون انجليز. دابا خاصنا نكتبوا هاد الكلمات هي مذكرة نكتبو بالمؤنث المؤنث نبحثو على المؤنث ديالهم ونكتبو المؤنث ديالهم. انيماتور اون انيماتريس ان انجلي اون انجليز un boutiquier une boutiquière un livreur une livreuse un gourmand une gourmande un vacancier une vacancière un lecteur une lecteuse. نتشي ما صعب اغلبيه التلاميذ تلقاو مشكل في هذا الشيء ديال لو فيمينان دي نو. المهم هما عندهم دابا التصحيح انيماتور une animatrice une anglaise une boutiquière une livreuse une gourmande une vacancière une lecteuse. بالنسبة للباقي هنا تيمتيزو هادو هادو بالنسبة للبيرسون هادو بالنسبة للي زانيمو ان شا ان شات ان كنار ان كنار ان نورس اون نورس ان تيغر ان تيغريس ان كوك ان بول ان نان اون انيس. اذا هنا في التمرين الاخير عندنا ديال لي زاكتيفيتي اكري سينون او فيمينا اي بلاس لي دون لا بون كولون دي طاب. écrit sinon au féminin et place-les dans la bonne colonne du tableau. مهم هاد تمني هاد النشاط هذا تبعت النشاط الانشطه السابقه خصوصا لا فورماسيون دي فيمينان. عندنا اوز او تريس مثلا اشتور قد نقولوا اشتوز سيرفور سيرفوس شانتور شانتوز فولور فولوز دانسور دانسوز كورور كوروز. بحال الصنف هذا تنسميو الصنف ديال اوز. كاين الصنف الثاني ديال تريس بحال كالكيلاتور كالكيلاتريس بحال الشكل هذا بريداتور بريداتريس افياتور افياتريس كولابوراتور كولابوراتريس اكتور اكتريس مونيتور مونيتريس. هو صعب شيء مع التلاميذ على التلاميذ. المهم انا خسرت لكم الانشطه اللي صعبه خلال هاد الحقبة ديال الاستعداد للامتحانات. تتمنى ان الفيديو كان ارق لكم واستفدت منه الكثير. الى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمة للدعم والمساندة كافة التلاميذ الابتدائي. شكرا لكم على حسن المتابعة والى اللقاء.